معبد الأقصر ليلا 9/22 22 هذه مأذنة أبو الحجاج الأقصري. معبد الأقصر ليلا ده البوابة الصرح الأول من خلف الفناء قاعة الأعمدة الكبرى. الشيء العجيب مش العجيب المدهش ان الآثار دي بقت بعد عمليات هدم وإهمال تجاوزت 2000 سنة هذا ما تبقى، ومع ذلك مبهورين بيه ما بالنا في حالته الأولانية. وكانت الألوان بتاعته يعني مدهشة طبيعية، وأبيض يعني بعد كل السنين دي كلها وعوامل الزمن ما زلنا مبهورين بيه. ما بالنا بقى أول ما اتعمل جديد. احنا قلنا وظائف المعبد ليس فقط عبادة الإله، كانوا يسموها بيوت ربنا، بيت الإله. وظيفتها الثانية زي ما سبق قلنا الدعاية السياسية للحاكم وللملك، فخامة والعظمة اللي هو عملها. وبالتالي لما يجي يدي أوامر أو تعليمات الأتباع يخضعوا ليها. الحاجة التالية كانت زي البنك، القرابين جميع القرابين تقدم إليهم والكهنة ياخدوها وتتخزن عندهم يتم توزيعها زي البنك المركزي ويعيدوا توزيعها. فالقرابين باسم الإله الكهنة ياخدوها، وكان مكان للتخزين، كان مكان لتعبئة الجن. وواجهة سياسية، يعني كان جهاز جبار للدعاية السياسية للملك. كان لازم ياخد الختم القداسة باعتباره ابن الإله، وبالتالي يعمل اتصال وتواصل ما بينه وبين الكهنة. وكانت معاهد علمية اللي تعلموا الفن وفنون العمارة والفلك والرسم والنقش والنحت والطب، كل العلوم ديت كانت ليها مدارس ومعاهد داخل المعابد. كبار عيلة القوم يتعلموا والكهنة يتعلموا. هل بقية الشعب؟ لا ما اظنش، لان لو كان كل الناس يتعلموا ده عيب الحضارة المصرية القديمة. انا دايما بقول وجهة نظري، قد تكون صح او خطأ لكن انا مقتنع بيها. لو الشعب يتعلم كان يخلق جيل يسلم العلم للجيل الذي يليه. انما الكهنة الكبار كانوا بيحجزوا اسرار العلوم. وبالتالي لما جات الحضارات اللاحقة عليهم ما قدروش يصمدوا، وحرق الكتب يعني حرق العلم وانتهت حضارتهم. في فرق بين دي اثار، اثر الشيء بعد فقدانه، يعني الشيء تم فقدانه وده اثره، فالاثار ما تبقى بعد فقدان الشيء. فما عادش يقول الحضارة مستمرة، لا الاثار هي اللي مستمرة، اثر الشيء. انما لا نفس المعاهد، مفيش مثل معاهد من ايام القدماء المصريين بتدرس التحنيط حتى الان وتم تطويرها، لا انتهت. لا نتكلم اللغة الاغريقية حتى لو بعض الكلمات، حتى لو بعض الكلمات ده ما يعنيش ان احنا بنتكلم لغة القدماء المصريين. الهيروغليفية ولا الهيروغليفية خط عبارة عن 3 لغات الاخره، الاخر هذه التفاصيل.
لا لغة ولا دين ولا معاهد ولا مستشفيات مستمرة. هندي مثلا الكنيسة المصرية والأزهر الشريف مستمرين، كنيسة 2000 سنة والأزهر الشريف 1400 ولا عدى 1000. إذن دول مستمرين، ارتفاع وتراجع وتقدم الآخر، لكن مستمرين. الحضارة المصرية القديمة غير مستمرة. نحن ندرس الآثار. من أهم عيوب عدم تواصل الحضارة المصرية القديمة هي عدم تعليم العامة وخلق طبقة مثقفة ونخبة اجتماعية تستطيع تنقل العلوم جيل عن من جيل إلى جيل، وبالتالي يحصل تواصل زي ما حصل مع الحضارة اليونانية والإغريقية، حصل تواصل. فلما جم الحضارات اللاحقة عليهم تم حرق جميع البرديات، ولم يعد هناك أي كتب للقدماء المصريين، فبالتالي لا عرفنا مفتاح اللغة ولا عرفنا التحنيط ولا العلوم. طبعا أغلب الناس لما بيعرفش حاجة بيدخل بيقولك ده شعوذة ودجل. طبعا لا شعوذة ولا دجل، ده علوم. لو الروح ولا الكلام ده كله كانت نفعتهم ما كانتش حضارتهم انتهت. احنا قلنا ما احنا بننظر الى هذه الاثار بنتفرج عليها. مفيش معاهد بتبني مع معابد اخرى او تم تطويرها، مفيش، ولا مستشفيات. فالمعابد المصرية القديمة كانت لها عدة وظائف، هي الحياة كلها تقريبا. زي البرلمان، الملك ياخد الختم بتاعه باعتباره ليه صفة القداسة، وهكذا. مستشفيات، تعليم، طبعا عبادة الإله. قال هم مش هندخل بقى في موضوعات كتيرة الحقيقة يعني، إنما هم زيهم زي أي ديانات نزل عليها التوحيد. في نصوص فرعونية، عفوا مش فرعونية، قدماء مصريين تتكلم عن التوحيد، توحيد نقي. أنا قريتها الحقيقة يعني، توحيد نقي. أما بقى الأرباب والحاجات دي كلها، إما حاجة من اتنين، إما إحنا لسه ما فهمناش حضارتهم جيدا، وده وارد، لأن 60% من الرموز إحنا مش عارفين تفسيرها، كله بيجتهد في تفسيرها. والحقيقة أنا ماشي الهوى جنب المعبد جميل، وعمال أنتقل من فكرة لفكرة. أتمنى أكون أنا أضفت يعني مع هذه الدردشة لأي إنسان بيتابعني أو بيسمعني. من أمام معبد الأقصر، شكرا لجميع المتابعين.